ينضم إلينا السيد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني من رام الله. سيد جبريل أهلا بك وتحياتنا لحضرتك. هلا بيك، واحنا بنرحب بهاي الفضائية اللي بالتأكيد راح تكون إن شاء الله منبر لكل ما له علاقة بالقومية العربية وبرسالتنا وبخدمة مصالحنا. إن شاء الله نتمنى، يعني طبعا تحيات السيد كفاح الكعبي لحضرتك. إنما عايزين ندخل في موضوع الزيارة، يعني طبعا سمعنا عن زيارة جوزيف بلاتر وإن هي هتكون وسيلة ضغط على الفيفا بتعليق قضية إسرائيل للمضايقات اللي بتحصل للرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم. يعني إزاي مشت الزيارة ونتائجها إيه يا أستاذ كبير؟ يعني زيارة بلاتر كانت تهدف إلى محاولة جسر الفجوة بيننا وبين الإسرائيليين، ومن خلال طرح صيغة لها علاقة بحرية الحركة وبمعالجة كافة الخروقات الإسرائيلية لقوانين الفيفا. التقى مع رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية يعني حكى له كلام طيب ومعسول، والرجل جاء برسالة نتنياهو، فإحنا أوضحنا له بأنه هذا الكلام حسب تجربتنا مع الحكومة الإسرائيلية بشكل عام ونتنياهو بشكل خاص، هذا لا يمكن أن يشكل أساس حتى لحوار مع الجانب الإسرائيلي. إحنا بدنا حل جذري، وإحنا تقدمنا بمشروع قرار للكونغرس، والحل الجذري يأتي من الكونغرس، ولن يكون هناك لا صفقة ثنائية ولا صفقة جانبية مع الاحتلال تحت بند حسن النوايا والكلام الطيب اللي إجا تحت ضغط مشروع القرار الفلسطيني. إحنا بنطالب بآليات تضمن لنا حرية الحركة والقدرة على نشر كرة القدم وتطويرها في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وإنهاء أو معالجة مظاهر العنصرية اللي موجودة، بالإضافة إلى أنه في هناك خمس أندية موجودة في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب سيد هاي جبريل، الأندية بدها تشيل، يعني بدها تشطب وإلا. سيد جبريل معلش، يعني أنت طبعا أنت أدرى واحد وأكثر واحد بمعرفة المضايقات، يعني أبرز أو أكثر المشاكل اللي بتقابلوها إيه من الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة لكرة القدم؟ يعني هو تقييد حركتنا، يعني تقييد حركتنا داخل تقييد فلسطين، الحركة، من يعني هم فلسطين إلى خارج فلسطين، من خارج فلسطين إلى داخل، بيمنعوا انتقال اللاعبين من مثلا الضفة إلى غزة أو من غزة إلى حركتنا. نعم بيمنعوا يا رجل، سيبك من الضفة وغزة، يا رجل من الضفة إلى غزة ومن الضفة إلى برا، يعني حصلت أكثر من مرة. المنتخب الوطني موجود هون بيسمعوا نصه يطلع ونصه بيمنعوه، بيجينا خبير فرنسي ولا خبير سويسري مش واحد فلسطيني بيقول لهم أنا رايح على الأراضي الفلسطينية، يا بيرجعوه يا بيقعدوه 12 ساعة على المعبر. أما بالنسبة للحركة بين غزة والضفة فحدث ولا حرج، يعني دائما اللا أو الرد السلبي هو القاعدة والرد الإيجابي هو الاستثناء. ولكن حتى أقول لك شيء، واحد لحد قبل سنة ما كانوش يسمحوا أنه يدخل علينا تجهيزات رياضية حتى لو كان مصدرها من الفيفا. يعني العالم على ما يبدو، وهذا طبعا يمكن احنا مقصرين بحق حالنا، لا يعرف حجم الجرائم التي ترتكب بالرياضة والرياضيين. بالعكس، عشان كده احنا ومن حريصين سيد احنا جبريل، حاولنا من خلال ومن حريصين على ان احنا نبرز الامر. يعني استاذ كفاح الحقيقه لي سؤال، تفضل استاذ كفاح. استاذ جبريل، احنا عارفين مواقفك دائما يعني مع الكره الفلسطينيه والعربيه، واعتقد في وصول فلسطين السنه هذه لنهائيات ابطال امم اسيا عملت فرق كبير، وورت العالم انه هذا الشعب لن ينتهي، وهذا الشعب دائما في ابداع وفي يعني محاولات لانه يوري العالم كيف انه قادر يتعايش مع الاحتلال. السؤال، اذا في حال رفض الفيفا او الكونغرس،
هذا القرار راح تبدون من الصفر يا سعادة، يعني كأنك راح يكون في رجعة، لأنه اليوم حسينا من كلام بلاتر أنه متردد، يعني عايز يمسك العصا من النص، بينما كان قبل كم يوم كان شديد. هل حسيتوا هذا الاختلاف؟ معلش معلش معلش، أنا لا يعنيني ما يقول بلاتر، أنا صاحب القضية وأنا من عرض على الكونغرس مشروع القرار، لا بلتر بمنعني ولا بلتر بلغيه. الموضوع الآن إحنا كعرب، إحنا كمسلمين، إحنا كآسيويين، إحنا كأفارقة، إحنا في كل دول العالم، يفترض، أنا بتمنى من وسائل إعلامنا ومن كل الأطراف العربية الإسلامية اللي موجودة في العالم إنه هي تتحرك لخلق عناصر ضاغطة على كل الاتحادات الوطنية في العالم وعلى بلتر وعلى المجتمع الدولي وتجنيده لصالح قضية عادلة. إحنا فيش عندنا مجال إنه إحنا نتراجع، ولا كمان أنا بعتقد بأنه الكونغرس تبع الفيفا ممكن أن يقف ضد محاربة العنصرية. إحنا بنحكي في عنصرية قاتلة، إحنا بنحكي في تقييد حرية حركتنا، إحنا بنحكي في اعتداءات جسمانية فيها إذلال وفيها قتل للاعبين ولحكام، وهي موثقة بالصورة. وأنا بتمنى أنه يعني، وأنا بحيي هذا البرنامج وهي المبادرة منكم، أنه أنتوا تيجوا تأخذوا من عندنا وثائق وصور وأشرطة فيديو مسجلة لاعتداءات لا يمكن أن يصوت أحد ضدها. أهم خطوة كانت أنه إحنا وصلنا الآن للكونغرس، وأهم جهد هم الآن وطموحهم الإسرائيليين أنه ينشطب عن الجدول الأعمال أو ما يكونش فيه تصويت. يا سيدي إحنا كسبنا 51% من المعركة، الآن حنروح للكونغرس فيها 9 مساومات، إجا بلتر بصيغة والرجل ما كان سلبي، لما إحنا طرحنا عليه موقفنا قال والله يا عمي الحق معكم، وأنا شخصيا سأحمل رسالتكم مرة ثانية لنتنياهو. راح لنتنياهو، نتنياهو يا رجل يتصرف مثل أزعر الحارة، هو محترم قوانين ولا مواثيق؟ هو بتعرف حامل الهولوكوست وقاعد بتاجر فيها. ولكن سيثبت يوم الخميس القادم أن إسرائيل كذبة كبيرة، وإسرائيل وإرهاب إسرائيل وفاشية إسرائيل لن تحميها من إرادة الأسرة الرياضية، ولكن بدنا همي خلال الأيام القادمة من الجميع. أما إحنا يا سيدي عليش بعدي، إحنا في قدامنا الكاس وفي قدامنا محكمة الجنايات الدولية، إحنا معركتنا طويلة. إحنا بنحييك سيد جبريل، إحنا بنحييك، بس هل تم التواصل؟ يعني أنتوا عندكم الحق 100%، بس هل تم التواصل بأعضاء الكونغرس؟ يعني أعضاء الكونغرس 209 دولة، يعني هل تم التواصل قبل الاجتماع معهم؟ يا سيد العزيز، احنا على تواصل مع 208 أعضاء، واحنا زودناهم على مدار الساعة بكل التجاوزات والخروقات الموثقة. احنا اتصلنا ونتصل مع رؤساء القارات، احنا على اتصال مع 24 عضو مكتب تنفيذي بالفيفا، احنا على اتصال مع الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد التضامن الاسلامي لكرة القدم، واثرت الموضوع انا في وزراء الشباب والرياضة العرب ومع الامين العام للجامعة العربية. ويا سيدي يعني العزيز، الصورة الان واضحة، والاسرائيليين مدركين لمخاطر التصويت. سيد جبريل الرجوب، الحقيقة وإحنا معاكم يعني في اتجاه وفي نفس الوقت في تأييد الحق، وإن شاء الله هنفضل وراء الحق لتحقيقه، لأن ده حق كل واحد رياضي في فلسطين أنه يمارس حياته كرياضي وفي انتقالاته داخل الأراضي الفلسطينية أو خارج الأراضي الفلسطينية. سيد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.